في المرمى طابت أوقاتكم. في ليلة ختام زرقاء الهلال يمزق النصر ويجرده من كل أرقامه القياسية. ولدغة بانغورا ترمي بالخليج في غياهب الدرجة الأولى. يوم التتويج في الدوري السعودي ويوم الرحيل المر أيضا لبعض الفرق التي غادرت إلى دوري الدرجة الأولى. الهلال توج باللقب اليوم أمام غريمه التقليدي النصر، وهو الذي انتصر عليه بخماسية مقابل هدف في الجولة الأخيرة. اللقب هو 14 في تاريخ الهلال تحت مسمى الدوري السعودي، وهو أيضا الذي رفع رصيده إلى 66 نقطة، كسر الرقم القياسي السابق في جمع النقاط المسجل باسم النصر عام 2014. أيضا رفع حصيلته التهديفية إلى 63 هزة للشباك، وهو أيضا رقم قياسي جديد في الدوري السعودي. أيضا كسر رقم عدد مرات الفوز في دوري واحد. يا هلالي 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 يا هناك يلي وسط ذاك المدرج، والله ما تسري من هناك زعلان، ما جيت انا في المستطيلات بهراج، جيتك على العادة اسريك فرحان، ما جيت انا في المستطيلات بهراج، جيتك على العادة اسريك فرحان. تتويج كبير إذن للفريق الكبير الأزرق في ختام الدوري السعودي، وحفل جميل للغاية، كان مختصرا لكنه كان معبرا وجميلا وجذابا بفقراته الجميلة التي راعت فيها الشركة الراعية للبطولة أخطاؤها في الموسم الماضي. كان نقل الحفل أيضا جميل للغاية، متجاوزين كل الانتقادات التي تمت. نايف الثقيل المراسل العربية أيضا يلتحق بنا الآن من الاستاد، والأفراح الهلالية ما زالت يبدو مستمرة لكن في غرف اللاعبين. نايف أهلا بك معنا. أهلا بتال، بالفعل الآن انتقلت الفوحة الهلالية إلى داخل غرفة الملابس. نعم. وسيكون أيضا هناك احتفالية مختلفة جدا عن طريق صعود اللاعبين على حافلة مكشوفة والانتقال من استاد الملك فهد حتى الآن هذا سيتم نادي الهلال. هناك آلاء بالتأكيد الآن. طيب ليش تأخر الآن؟ تم إدخالها إلى ليش تأخر؟ الجمهور مشى، مفروض تكون مع الجمهور ولا لا؟ لا بالعكس يا بتال، هي احتياطات أمنية حتى لا يكون هناك ازدحام مروري يعطل وصول الحافلة إلى مقر الهلال. نعم. رغم ذلك يعني هناك يعني بعض الجماهير تنتظر في المناطق الخارجية للملعب، تنتظر حافلة الهلال المكتوب. كيف كانت نايف ردود الفعل من الفريق المتوج اليوم باللقب ومن المتابعين إعلاميين وجماهير على حفل التتويج المبسط والجميل؟ بالتأكيد بتال الحفل كان جميل جدا مبسط، كان هناك بعض يعني طريقة مختلفة في دخول الفنان حسين الجسمي، أيضا كان هناك عرض فيديو لأهداف الهلال، حماس الجماهير، وأيضا هو يعني بعض الكلمات تم استخدامها في أغنية راشد الفارس هي أهازيج للجماهير الهلالية، لذلك كان التفاعل معها كبير. لاعبي الهلال كانوا سعيدين جدا يا بتال، لم يتوقعوا أن يكون تتويج وأيضا التغلب على النصر بنتيجة كبيرة خماسية. جميل. طيب نايف سنعود إليك، وأعتقد بيكون عندنا ضيوف من الملعب إن شاء الله نتمكن، طبعا الوقت متأخر الآن، إحنا متأخرين برنامجنا على
ساعات الاحتفال اللي صارت الآن، لكن راح نستمر معك إن شاء الله ننجح في أن يكون معنا لاعبين. طبعا كان مفترض يكون معنا اليوم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال بالاتفاق معه، لكن ظرف مشاركته في عزاء الأمير مشعل بن عبد العزيز رحمه الله اليوم وعدم حضوره التتويج أجل وجوده معنا في البرنامج، ونبارك له ونعزيه أيضا. مبروك لكل الهلاليين. أول دوري بحياتي يعني كأس آخر، بس كدوري أول دوري، والحمد لله أخذته يمكن مع فريقي أفضل فرقة بآسيا. إيه والحمد لله يعني أنا كثير كثير سعيد. هلا قلت لك إنه أخذ دوري مع الهلال، فهذا طموحي يعني قلت لك من أنا وصغير، والحمد لله تحقق اليوم. الله يسعدك. إيه وش يقابلك سالم؟ أبوي. ما شاء الله سالم. حبيبي هلا. مبروك يا حبيبي. والله أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيف، والحمد لله وألف مبروك وألف مبروك. أول شيء قبل كل شيء ألف مبروك لنا 3 نقاط، وثانيا ألف مبروك لنا البطولة. خماسية جميلة. لا والله مو بشيء غريب على الهلال، يعني مو بخماسية، بالعكس يعني فريق النصر يعني فريق كبير، وبالعكس فريق يحترم، بس يعني الروح اللي كانت فينا هي اللي خلتنا نوصل لهذه النتائج. الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى توجه بعد الدوري، وبارك للوالد والوالدة اللهم لك الحمد، وجمهور الهلال اللي حضر وخلي فرشات الله يعطيهم العافية، ما قصروا تعبوا معنا طول موسم هذا، يعني هذا شوي أو توج بهذا الكأس الحمد لله. سنستمر في هذه التغطية لتتويج البطل بلقبه، وبعد الفاصل نقول قراءة في مباراة الخمسة، التاريخ يكتبه الهلال. سنتين احتفلنا حنا والهلالين اليوم يحتفلون براحتهم. ساحمة يا رجال ما لقيت تذاكر. يقولون في سوق والله فيه لاقين واحد يبيع حبل في ريال. كم هي ب 40 شريت الحين جابت لك 300. تجيب 300 بالراحة لو ابيع الحين. واحدة ب 300 يعني ب 900 ريال. يعني لا اطلع فايدة. يعني ما انت بايع. لا لا. دورنا من هنا ومن هنا حصلنا تذكرة ب 70 يقولون. من سوق السوداء. يقولوا في السوق السوداء يقول وصلت 300 ريال. الجماهير في إنجلترا عدائية على عكس الجماهير في الملاعب السعودية. لفت نظري اللاعب كارلوس إدواردو لاعب الهلال. بخلاف التتويج أيضا الهلال لم يكتفي، بل جرد النصر من كل شيء، جرده من أرقامه القياسية وجرده حتى من مدرجاته. مهما كانت النتيجة الهلال بطلا، يبقى الديربي مهما. دياز مطمئنا والهلال يهدد مرمى النصر أولا برأسية غير مركزة، والنصر يرد بتسديدة بطيئة خارج الخشبات والمعيوف يتصدلها بكل الأحوال. 10 دقائق وكان إدواردو يستعد للتسديد من بعيد، فعل ولم يسجل.
أيالة ولقط فيها شيء من القسوة، و14 بطولة تحلق أمام آلاف الهلاليين. 20 دقيقة فقد نواف العابد لمسته الأخيرة وفقد أعصابه، بعدها تسديدة سورية هلالية غير مركزة بعد 25 دقيقة، وفي الدقيقة 28 كانت التسديدة المركزة التي هزت شباك النصر نواف العابد. في أول رد فعل نصراوي فشل توماسوف أمام المعيوف، في ثاني ردة فعل نصراوية فشل القائم محاولة يحيى، وفي ثالث رد فعل نصراوي نجح توماسوف. الهلال لم يحتاج ثلاثة ردود فعل، عرضية متقنة وقفزة أرض جو من خربين وبرأسه الثاني الهلالي. البطل لا يكتفي وتسديدة برازيلية بطلة تجعل النتيجة 3 قبل نهاية الأول. الشوط الثاني بدأ هادئا ولم يبقى كذلك أبدا، الدقيقة 56 البريك لم يضيف الرابع، خربين من أضاف الرابع برأسه في الدقيقة 67. لم يتوقف الهلال ولم يتوقف خربين، الدقيقة 71 كانت دقيقة 5. ينفجر يغلي مستحيل يا هلال يا رب. دخل الشلهوب ودخل ياسر والصورة لجحفلي مع النتيجة. أيالة كاد أن يقتل توماسوف، ولكن في النهاية الهلال بطل الديربي بطل الدوري. رفيق الحلوة العربية. أول شيء نبارك Sí, muchas gracias y es todo mérito de los jugadores que hicieron un gran campeonato. Agradecerle al príncipe y a toda su comisión. Lástima que no está festejando acá con nosotros, pero le mandamos un saludo grande. Así que muchas gracias por todo. Y no me quiero olvidar de la gente que estuvo extraordinaria. يعني التتويج اليوم كان فضل يعني مجهودات يعني كانت خفيه من الاداره نهدي هذا الفوز لسمو الامير اللي كنا نتمنى انه يكون حاضر معنا اليوم، يستحق ويستاهل، لكن صار هذا الظرف. اللاعبين كذلك مشكورين يعني بذلوا مجهود جدا عظيم، جماهير كذلك ساندتنا طول الوقت، فبالتالي نحن سعداء جدا بهذا التتويج وهذا حفل يستحقوه كل هلالي. كان البعض يعتقد انه لاعبي الهلال بقل عطائهم بعد ما حققوا الدوري، لكن اليوم فاجئوا الجميع بخماسيه كبيره. يا اخي انت كيف pensaba que después de conseguir la liga iban a relajar pero ganaron con 5 igual. No, el equipo sigue muy metido, tenemos la Copa aquí, la Copa de Asia. Así que vamos a seguir luchando. Mañana ya entrenamos nuevamente para prepararnos porque entre muy poco tenemos la Copa de Asia. يعني لا زال امامنا يعني هالفتره الاخيره من الموسم هي فتره حصاد بالنسبه لنا، فبالتالي ركزنا كنا واعيين وكل كلمنا اللاعبين على اساس انه ندخل بكل تركيز. لا زال امامنا مباريات مهمه، نصف نهائي ونهائي كاس سمو كاس جلاله الملك وكذلك كاس اسيا مشاركتنا، فلم ينتهي الموسم بالنسبه لنا، دليل ذلك انه بكره ان شاء الله تمرين. طبعا نعتذر عن انه دائما العربيه تقدم الترجمه المتزامنه، لكن احنا قاعدين نطلع لكم الفرن مباشره اللي وصلنا نبثه مباشره، فما في فرصه كبيره اليوم للمونتاج. مباشره تحول الى مسرح المباراه، مسرح التتويج الجميل الذي تزين اليوم بالزرقه تماما، بل الرياض كلها تتزين بالزرقه. من هناك واحد من اجمل من رسم الازرق في السماء طوال مشواره هو محمد الشلهوب الذي يلتحق بنا الان. محمد اهلا بك، تسمعني محمد؟ اهلا وسهلا. اي نعم اسمعك الصوت واضح. اهلا وسهلا، هلا والله اخوي بتال، مبروك يا محمد. امسي عليك والله، يعطيك العافيه، وان شاء الله انك ما انت زعلان ان شاء الله. لا طبعا الله يبارك فيك ومبروك للجميع. لا طبعا زعلان عليك. الا زعلك ما نقدر عليه. لا انت طبعا الموضوع طبعا شخصي ما له علاقه في الاحداث،
الناس يمكن تفهم بالغلط، هو موضوع بيني وبين محمد. لا مو شخص. قبل المباراة بيومين. محمد، شلي اليوم مختلف في الدوري هذا عن محمد، عن الدوريات اللي انت حققتها سابقا؟ الحمد لله وشكر الله. طبعا اكيد الدوري يعتبر جميل بالنسبه للسنوات اللي تعتبر كثيره علينا، ان ما حققنا الدوري من بعد 5 سنوات اليوم نحققه، فالحمد لله يعني كان جميل الصراحه، وعوده الفرحه للجماهير الهلاليه للجميع الحمد لله. بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي، كنت دائما تحقق الدوري وانت في الملعب، الموسم هذا تحققه وانت في الدكه غالبا، مختلف؟ الحمد لله، يعني كان فيها مشاركات في بعض المباريات، ويعني نحاول نساعد بكل ما أتينا من قوة، نحاول أن نقدم كل شيء. الحمد لله أكيد أني أنا مبسوط وفرحان أني 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 أنا أشارك مع المجموعة هذه من اللاعبين في تحقيق الدوري. طيب محمد، التتويج كيف شفته اليوم؟ انتظر الهلال كثيرا طبعا مع التتويجات الجديدة والمسرح الجديد للتتويج، انتظر الهلال كثيرا حتى يكون اليوم على الستيج أو على المسرح التتويج، كيف شفت التتويج والتنظيم والحضور والفقرات اللي تمت أثناء التتويج؟ والله طبعا أكيد كان رائع زي ما شاف الجميع. الجمهور طبعا بالتالي يعني لازم أعطيه حقه، ما شاء الله يعني من بداية الموسم يعني كان دافع كبير لنا، كان متواجد دائم، اليوم يمتلي الملعب بالجماهير الهلالية، هذا شيء كبير، وكان ودنا أن نقدم لهم يعني شيء يليق فيهم، والحمد لله يعني كان أتوقع أنها كانت مباراة للتاريخ، مباراة بعد يعني بعد حصولنا على الدوري، مباراة أكيد صعبة أمام أخواننا يعني في نادي النصر، مباراة ديربي، لكن الحمد لله ربي وفقنا بهالنتيجة اللي أنا أعتبرها يعني جميلة جدا، ويعني كانت زينة يعني وقت الفرحة. كنتم قاسين على النصر اليوم؟ والله يعني احترافية اللاعبين، يعني احترافية اللاعبين، الجهاز الفني والجهاز الإداري الحمد لله هي اللي قادتنا بفوز كبير على أخواننا، يعني فيعني هي صعوبتها لأن جايين وحصلنا على الدوري، لكن الحمد لله ربي وفقنا الحمد لله. محمد، الهلال هذا كيف تصنف بين الهلالات التي حققت الدوري سابقا وانت شاركت فيها، هو الأفضل، المتوسط، الأقل؟ طبعا اكيد يعني شهادتي مجروحه في الجميع لاني شاركت معهم يعني الاغلبيه، لكن نعم. يعتبر من اجمل الاجيال بصراحه بدون مبالغه، ويعني جيل طموح، جيل قادم قادر على 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 انه يجعل نادي الهلال يعني من افضل النوادي كعادة، وجيل يعني جالس يعني يقدم نفس الاجيال اللي سبقت في نادي الهلال، فاتمنى لهم التوفيق، هم يستاهلون كل خير صراحه. من ابرز مدافع سعودي او مدافع هلالي في الفريق الحالي؟ اذا كان قصدك اسامه هو جنبي بالفعل اسامه. لكن تبغاك تقول محمد البريك، لكن الجميع ودائما تدعمه. لا أكيد والله 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 بدون شك بتال صراحة الجميع، لكن أنا قلت لك أسامة لأنه جنبي ولاعب صراحة خبير وقدم خبرته من أول ما جانا، يعني نعم. كانت رجعة من بداية موسم هو المعيوف يعني، لكن والله جميل. محمد بينضم أسامة بينضم لشلهوب يونايتد؟ والله ودنا أسامة، ودنا يعني بنتشرف فيه أسامة، يقول بتال تنضم معنا شلهوب يونايتد. أسامة رحب بك وأهلا وسهلا، إطلالتك الجميلة على الشاشة العربية، مبروك أسامة. قاعد تسمعني؟ بس هو ما يسمع وأنا بعطيه. طيب بنرجع لك محمد، بنرجع لأسامة. شكرا محمد شلهوب، نجم أسطوري بتاريخها، ما في شك، ما في حد ما يحب محمد شلهوب في الكرة السعودية سواء كان هلاليا أم غير ذلك، لأن محمد شلهوب طول مسيرته يفرض احترامه على الجميع بأخلاقه العالية ومحبته للناس، ولأنه أيضا رجل لديه الكثير من التاريخ سواء مع المنتخب السعودي أو مع الأزرق الهلالي، يتحول أيضا إلى قائد هلالي آخر هو أسامة هوساوي. أسامة مبروك يا أسامة.
هلا اخوي بتال، الله يبارك فيك ومبروك جميع الهلاليين، واستاهلوا هذا اقل شيء نقدر نقدم لهم. في البدايه نعزي الاسره المالكه في وفاه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد العزيز، نسال الله ان يتغمد بواسع رحمته. نعم أسامة اللي يبغى الدوري يصير يغيب فترة طويلة عن الدوري، يبغى الدوري يتعاقد مع أسامة هساوي خلاص، ها؟ خلاص دحين ماركة 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 مسجلة، لكن هي في النهاية يعني هي جاء حظ جميل لي في الموسمين هذه، لكن في النهاية هو عمل جماعي، يعني لو أسامة لعب لحاله في الملعب أكيد ما راح يحقق الدوري. أعتقد أنك ثاني لاعب يحقق الدوري موسمين متتاليين بقميصين مختلفين، أعتقد. يا ربي لك الحمد، الله يكثر البطولات إن شاء الله. كيف شفت الليلة الاحتفالية الكبيرة سواء في المباراة 90 دقيقة ما بعد المباراة على المسرح والتتويج الكبير الجميل؟ والله ليلة حلوة، يعني لا تنسى أنه مباراة ديربي كمان، يعني تتوج ومباراة ديربي وانت فايز كده حلوة للجماهير، يعني ختام جميل. نعم نعم. طيب أنت حضرت التتويجين العام والسنة، هالسنة أحلى، تجاوزوا أخطاء كثيرة صحيح؟ والله أنا ما دققت في الأمور دي الصراحة، أنا أهم شيء أني قاعد أفرح مع الجماهير، هذه الأمور اللي أركز فيها. نعم، أسامة حققت الدوري يعني. سابقا أيضا بقميص الهلال، السنة فرحنا حققتها بقميص الهلال سابقا، وهالسنة ما شاء الله تبارك الله والعم على الأهلي محقق الدوري، ومنو أفضل الهلال اللي أنت حققت مع الدوري السابق ولا هذا؟ هلال جريتس ولا الحالي؟ ايش ما سمعتك، من هو ايش؟ الهلال اللي حققت معه الدوري سابقا انت افضل من الهلال الحالي؟ احلى يعني ايش؟ ككوره كفنيات. لا انت كذا بتورطنا. ليش؟ كل الهلال في الاخير. كل الهلال يا اسامه في الاخير هو الهلال. الهلال كله جميل، في النهايه هذا حقق بطوله وهذا حقق بطوله. بالنسبه لك خلاص يتساووا كلهم. بالنسبه لك من الاجمل؟ عنان في راس. عنان في الراس، بالعكس قديك الفترة قدمنا موسمين جميلة وموسم مع سيد جريتس، والآن يعني في الفريق لا تنسى أنه فترة من الفترات أو السنين الأخيرة ما كان يعني بيعطي مستويات ممتازة، الآن السنة هذه مع سيد دياز يمكن الفريق بدأ يرجع، أتوقع لو سيد دياز أيضا استمر مع الفريق وإن شاء الله مستمر معنا بتشوف مستويات جدا ممتازة. أرجو لك التوفيق كابتن أسامة في قادم الأيام، إن شاء الله زي ما قدت الهلال للدوري بعد غياب ايضا تقود المنتخب للمونديال بعد غياب باذن الله. يا رب الله يسمع منك ان شاء الله نفرح مع بعض باذن الله. شكرا جزيلا كابتن اسامه هوساوي عن التسعين دقيقه الخماسيه الهلاليه المثيره القويه. تحول الى تركي العواد من الرياض يلتحق بنا الان. دكتور اشتقنا لطلتك، اهلا بك. الله يسلمك. يعني اللي يصير اخوه وزير خلاص ما عاد يطلع في التلفزيون؟ لا ابدا ابدا. اهلا وسهلا دكتور، كيف شفت الليله؟ والله ليله كسب فيها الهلال كل شيء الحقيقه، وخسر فيها النصر كل شيء، يعني مباراه زي الحلم بالنسبه للهلال، تتويج وخماسيه وبكل تاكيد مستوى جدا جدا رائع، وختام يعني جماهيري، انا اعتقد الجمهور كان اليوم جزء لا يتجزأ من يعني الحفلة اللي كانت في الليلة. لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه المباراة تعكس أحوال النصر وأحوال الهلال. الهلال طوال الموسم خصوصا بعد ما جاء دياز أصبح يسيطر على وسط الملعب، أصبح يقود المباريات. نعم. هو من يحدد المباريات، عكس النصر اللي أصبح ردة فعل شفناه بعد الهدف بدأ يتحرك قليلا ثم عاد من جديد، ولكن واضح أن النصر سيعاني في المواسم القادمة عكس الهلال. أعتقد أنه هذا موسم الهلال والمواسم القادمة أيضا ستكون مواسم للهلال. 90 دقيقة ممتعة بالنسبة لك كرياضي حب كرة القدم؟ جدا. هي مشكلة 90 دقيقة أنها كانت من طرف واحد، وهذه هي المشكلة الكبيرة. النصر ما كان عنده الحافز، ما كان عنده شيء يقدمه في المباراة، إضافة للعامل النفسي الموجود. الهلال كان جاي فايز بالدوري، يعني فرصته أنه يستفرد بالنصر، وأعتقد أنه حتى دياز في المباراة بعد الهدف الخامس يعني أخرج يعني أهم اللاعبين، أخرج إدواردو ونواف العابد وخربين اللي سجلوا 5 أهداف
الهدف ويمكن كان رحيم بالنصر. دقيقة 70 بعدها الهلال توقف، كان بإمكان الهلال أن يزيد الغلة لأن النصر كان مستسلم بشكل كبير. أداء غريب من وليد عبد الله، يعني أداء في وسط الملعب كان جدا جدا ضعيف. فقط النصر كان توماسوف هو اللاعب الوحيد اللي كان عنده البصمة وكان هو القادر أنه يسوي شيء في المباراة، ولكن يعني خمسة كان ممكن تكون أكثر لو دياز يعني تعامل معها بشكل يعني أكثر شراسة، ولكن أعتقد أنه اكتفى بالخمسة. نعم، يمكن قراءة المباراة تركي فنيا، يمكن خضعها لمعايير فنية، ولا نقول فريق بطل يعني أمام فريق ممزق. صحيح، هي مباراة مستحيل انك تتكلم عنها بشكل فني، لانه من بداية المباراة وضح ان الهلال مسيطر، الهلال يبغى ياخذ البطولة بانتصار كبير، يبغى يحقق ارقام جديدة وليس ولن يعطي النصر فرصة. حتى النصر عندما عاد بهدف التعادل من طبعا تسديدة توماسوف عاد الهلال مرة اخرى وفرض سيطرته. لذلك المباراة فنيا ما تقدر انت تتكلم عنها، لانه ما تلوم حتى فريق النصر في اداء غير الجيد، لانه الهلال جاي بجمهوره اللي يحتفل وجاي لياخذ البطوله، فكان لو لعب ضد اي فريق اخر انا اعتقد انه كان بيكتسح. جميل، ابرز المواقف الفنيه في المباراه اللي فتحت المباراه بهالشكل الكبير، نتكلم انه الهدف الثالث مثلا في نهايه الشوط الاول او الثاني. الهدف الأهم هو الهدف الثاني بكل تأكيد، لأنه جاء أول شيء هدف متأخر في آخر دقيقة قبل نهاية الشوط الأول. لو استمرت التعادل كان ممكن المباراة تصعب في شوط ثاني على الهلال، إضافة لأنه بعد هدف النصر بسرعة، النصر ما مده يعني يحتفل بالهدف، ما مده يعود للمباراة، فبأسرع وقت ممكن الهلال سجل الهدف الثاني، هو الهدف اللي غير المباراة بشكل كامل. إضافة لأنه اليوم خربين كان واحد من نجوم مباراة، كان لاعب مباراته كأنه يرد على دياز وكأنه يقول أني أنا أستحق أني ألعب أساسي، لذلك اليوم كان أي هجمة كان بإمكان أنه يدخل قبل المدافعين. هذه تعكس أيضا الحافز، النصر ما كان عنده الحافز في المباراة نهائيا، الحافز كان بشكل كامل عند الهلال. هدف إدواردو قبل نهاية الشوط أيضا بيّنت أنه الهلال في الشوط الثاني ممكن يخرج بنتيجة تاريخية. جميل كابتن، المباراة هذه وضح فيها قراءات سيناريوهات مسبقة قبل المباراة سواء من الهلال أو من النصر، ضعف أو جودة، أو أنها فعلا كانت تسير وفق اللحظة نفسها. مثل هذه المباريات ما تقدر تتحكم فيها نهائيا، واضح أن المباراة هي تسير نفسها من البداية، واضح أن الهلال داخل يعني حتى النصر كان خطته من البداية أنه يضغط على الهلال، هو لعب بدون مهاجم عشان يضغط على الهلال، يلعب اللاعبين السراع اللي قادرين أنهم يضغطون على الهلال. نعرف فريق الهلال إذا تضغط عليه في ملعبه وما تعطيه فرصة يبدأ هجمة، شفناها في الثلاث مباريات لعبها النصر مع الهلال، نجح في مباراتين على الأقل أنه يضغط على الهلال، ما تقدر تبدأ الهجمة من الخلف، كان هذه خطته. ولكن المباراة ما مشت بالطريقة اللي يبغاها يعني كارتيرون، المباراة سيرت يعني فريق الهلال والمباراة بشكل عام صارت في طريقها الطبيعي. حتى لو كان النصر يحاول يكافح في المباراة ما كان فيه الحافز أن الفريق يقف أمام الهلال أو أنه يحاول أنه يوقف الهلال، كانت مباراة ماشية للهلال من بدايتها. أضاع الهلال في بداية المباراة إلى أن سجل الهدف الأول دقيقة 27، أضاع يمكن هدفين أو ثلاثة أهداف، كان بإمكانها أيضا أن تبدأ المباراة بشكل أكبر. هدف النصر رغم أنه عدل النتيجة إلا أنه حفز الهلال بشكل أكبر، وهذا أيضا يبين أنه فريق الهلال كان ماشي في هذا الطريق. شكرا جزيلا دكتور التركي العواد، سنستمر في تغطيتنا لليلة الهلال. شاهد أيضا سالم الدوسري في هذه اللحظات، هو المصور اللي معنا في الناقل الرسمي العالمي.
وإلى الرياض مجدداً، استديوهاتنا من هناك التحقوا بنا كابتن صالح المطلق دولي السابق المدرب الحالي. كابتن أهلاً بك معنا، سنتحدث معك في ما يخص النصر. كابتن، انهيار كامل و يعني فريق ممزق الليلة، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله بالتال وأهلاً في السادة المشاهدين. يعني إذا كان المقصود النتيجة الكبيرة اللي آلت لها المباراة، نعم هي يعني غير مقبولة كنتيجة، والأداء أيضا ما كان جيد، أتفق معك، ولكنه إذا رجعنا شوي بس كم يوم مش بعيدة أيضا ترى الباطن حقق نتيجة كبيرة أمام النصر، نعم مشابهة للنتيجة هذه، فهي كنتيجة غير جيدة أكيد في عالم كرة القدم بين المتنافسين. جميل، لم يجد كيف تحدث في كرة القدم. نعم كابتن، لم يكن جيدا مدرب النصر في قراءته للمباراة كما يجب قبل أن تبدأ. والله شوف، هي ما نجي نتوقف لا عند قراءة مدرب ولا حتى لاعبين أداء لاعبين ولا حتى خلنا نقول تجهيز إداري. هو موسم، وبالتالي كل الأمور هذه مجتمعة بالتالي. نعم. أكيد هناك إخفاقات في اتجاه معين، أكيد في نقص في اتجاه معين، فمش من الأفضل أن نختزلها في شخص واحد سواء كان مدرب أو إدارة. نعم. أو لاعبين. الأفضل أن نقول أنه موسم كان غير جيد، يعني مش في مجبلة ولكن في محطات منه، هي طبعا في الأخير أعلت النتيجة إلى فريق واحد هو يأخذ البطولة. نعم. وهناك من قدم. إذا بغينا نقيس الموسم ناجح أو هو غير ناجح، كون النصر في وضع في الترتيب أيضا جيد ومقبول من ناحية الموسم، فبالتالي أنا أقول الموسم خلينا نكتفي أنه ما كان مرضي للنصراويين. طيب. وهو درس للقادم إن شاء الله. طيب كابتن، خلينا نتكلم فنيا عن مباراة، إيش رأيك؟ والله شوف، هي فنيا على اساس اخر مباراه الان فيها عوامل مؤثره، فخلنا نقول الكرت اللي تلقاه السهلاوي بالتالي غاب عن اللقاء هذا مؤثر، وكلنا نتفق بالتالي ان السهلاوي وجوده في مباريات الهلال تحديدا عامل مؤثر ودائما يسجل اهداف وعامل ضاغط ايضا على فريق الهلال. نعم. هذا غير موجود. ايضا اصابه الراهب، هو اللاعب اللي باستمرار يسجل اهداف وعنده ايضا بصمه خاصه فيه في اخر لحظات اعداد وقت اعداد المباراه، ايضا مؤثره، هذه عوامل فنيه. نعم. فهنا نقول انه الفريق دخل ومحاوله انه يكون متواجد، وهو متواجد، ولكنها ظروف المباريات بعض الأحيان تفلت أمور كثيرة وتلعب لصالح فريقك. لا تنسى أنه حتى اللقطة الأخيرة جاء منها الهدف الثاني اللي لعبت فيه، يمكن غير اتجاهها برونو بشكل يعني ما كان يعني خلنا نقول رغم عنه. أي. فهنا نقطة تحول في أشياء كثيرة تحدث تلعب لصالح فريق ضد الفريق الآخر. طيب. هذا أحد ما حدث مباراة، ما أقدر أقول لك أنه الهلال يعني متوهج بشكل كبير وأن النصر متواري بشكل كبير، هو ظروف مباراة في الأخير نعطيها حجمها اللي هي فيه، فريق متوج داخل المباراة وفريق عنده ظروف، والظروف إلى آخر لحظة كانت مهي في صالحه. جميل كابتن، اليوم كانت سطوة هلالية كاملة، أم خذلان نصراوي، تكلم عن 90 دقيقة. خلنا نقول انه المباراة يعني في بظروفها كلها اللي سبقتها واللي حدثت قبل المباراة ايضا ادت الى النتيجة هذه. ما في شيء كثير حقيقة نتكلم عن المباراة، لا فنيا ولا غير فنيا يا صحيح. صحيح كابتن، النتيجة تعبر عن الحال. شكرا جزيلا كابتن صالح المطلق. عفوا. ونذهب إلى الملامح المهمة بما أننا في اليوم الأخير للدوري السعودي، بقي لدينا البطولة الكبرى أو الأغلى، خلينا نقول البطولة الكبرى هي الدوري السعودي، البطولة الأغلى هي كأس الملك، لسه ما لعبت إلى الآن أدوار نصف نهائي ثم النهائي، لكن ما هي ملامح الدوري السعودي في نسخته التي ختمت الليلة؟
266 يوما وأحداث وملامح وأرقام تم تحطيمها، هنا أبرز عشر في دوري هذا العام. بعد عام 2011 لم يفز الهلال بالدوري، اليوم صار بطلا للمرة 14 في تاريخه، ما زال زعيم المسابقة. أحمر مكة حسم أمر هبوطه في الجولة 24، وفي الجولة 26 ودع الخليج معه دوري جميل. للموسم الثالث على التوالي عمر السومة زعيما للهدافين، وبهذا كسر رقم جودينا ترام اللاعب غير السعودي الوحيد الذي تصدر الهدافين مرتين. بعد قرار رفع الاستعانة بالحكام الأجانب ذهبت الأندية مباشرة إليهم. في العام الماضي كانوا 22، هذا الموسم حضروا 34 مرة. فوز مهم صعد بالاتحاد للصدارة، وبعدها قرار مفاجئ يخصم نقاطهم بقرار انضباطي من فيفا أرجعهم إلى المرتبة الثانية. في دوري جميل هذا الموسم أصدرت إدارة الأندية 34 قرارا تتعلق بمدربيها، وحدهم الشباب والاتحاد والرائد لم يغيروا. للهلال الأفضلية في هذا الدوري وله النتيجة الأكبر في شباك الوحدة، 6 أهداف دون مقابل. معدل ملء المدرجات في الموسم الماضي تجاوز 6900، هذا الموسم أقل ب100 مشجع. كان النصر هو الأول في تاريخ جمع النقاط، اليوم الهلال هزمه وانتزع هذه الميزة، صار 66. عبد الله الدرويش، العربية. وبكل هذه الملامح تحولوا إلى جدة، من هناك الدولي السابق حمزة إدريس مدرب الحالي. حمزة أهلا بك، أريد أن أسألك أولا هذه الملامح التي رصدها عبد الله الدرويش، لكن ماذا عنك أنت؟ ما هو الملمح الذي راسخ أو اللي راسخ في ذهنك من النسخة الحالية؟ بصراحة في ملامح كثيرة بالتالي، لكن أنا بالنسبة لي هبوط الوحدة يعني بصراحة من الملامح اللي ما كنت أتمناها. يعني أنا من الفرق اللي أتعاطف معها، كان الوحدة عنده إمكانيات إنه يستمر في الدوري، أعتقد كان بالنسبة لي من الملامح الحزينة في الدوري. في ملامح جيدة كانت، شفنا عدد الأهداف، شفنا مباريات جميلة، الاستعانة بالحكام، الملامح اللي ذكرها عبد الله كلها ملامح قيمة بشكل كبير. الملمح السيء جدا كمان إقالة المدربين، لما نشوف عدد المدربين اللي أقيلوا في الدوري عدد كبير جدا، بصراحة نحتاج لمراجعة عملية التعاقد مع المدربين وعملية التعامل مع المدربين بشكل كبير في المواسم القادمة، لأنه فيها هدر مالي كبير على الأندية. نعم كابتن، لفت نظري 34 مدرب في الموسم، رقم كبير على 14 نادي. بكل تأكيد، بالإضافة إلى القيمة المالية العالية، نحن نعرف أن الأندية الآن بتعاني بشكل كبير. أعتقد أنه في بعض الأندية المفروض أنها تتوجه للمدرب الوطني وتبدأ تعطي فرص للمدربين الوطنيين. بعض الأندية أحس أنه في تسرع في القرار، نشوف بعض من الجولة الثانية الثالثة الرابعة عمليات إقالة المدربين، بتحضر مدرب بيقعد معاكم مباريتين ثلاثة مباريات بترجع تقيله ثاني. يعني في صراحة في تخبط في عملية التعامل مع المدربين بشكل واضح، لازم السياسة تتغير بشكل كبير. جميل كابتن، الأرقام القياسية كما قلنا دائما أو كما نقول دائما في الرياضة، في كل ألعاب الرياضة وجدت لتكسر. الليلة الهلال كسر 3 أرقام، من الصعوبة كسر هذه الأرقام في المستقبل؟ بالنسبة أعتقد لا، يعني ممكن يعني شفنا ما في سنوات طويلة بين الأرقام اللي حققها النصر في النقاط أو في عدد الأهداف، والهلال تقريبا في خلال 3-4 مواسم استطاع أن يكسرها. الكرة الآن متجهة للهجوم بشكل أكبر، أغلب المدربين ما عادت الكرة أنها تتحفظ في النواحي الدفاعية، فمعناته مدام طول من الكرة اتجهت للناحية الهجومية حيكون في فوز أكثر، حيكون في عدد أهداف أكبر، الشمولية في اللاعبين ما عاد تعتمد على لاعب واحد في التسجيل، فكان
فحيكون عندك عدد كبير من اللاعبين عندهم أدوار نعم. في إنهاء الهجمة، فهذه كلها حتساعد إن نشوف أرقام التهديف حتكون أعلى، نشوف النقاط في المواسم القادمة حتكون أعلى لو اتخذ قرار كمان بزيادة عدد الفرق. جميل. من الأشياء اللي ممكن نشوفها في الفترات القادمة، فأعتقد أنها قابلة أنها تنكسر في خلال الخمس سنوات القادمة. الهابطين كابتن والذهبي للملحق استحقوا؟ بكل تأكيد بصراحة الوحدة والخليج ما قدموا ما يشفع لهم أنهم يستمروا. الخليج كانت عنده فرصة ذهبية في مباريتين على الأقل كان قادر أنه يكسب فيها نقاط، لكن شفنا اليوم خسر على ملعبه. الباطن بصراحة قدم أداء جيد، لكن القادسية كان أداؤه على مستوى الدوري أفضل، فأعتقد أنها كانت عادلة بشكل كبير. الباطن في الملحق عنده فرصة كبيرة، لكن الخليج والوحدة بصراحة ما قدموا ما يستحق أنه يبقوا في أو يستمروا في الدوري. نسخة الدوري الحالية كابتن قدمت لنا نجوم صاعدة؟ مش بشكل كبير بصراحة، ما في أسماء مميزة أو أسماء قوية. قدمت لنا بعض الوجيه في فترات معينة، شفنا في النصر في الاتحاد، لكن ما كانت الوجيه القوية بصراحة. في بعض اللاعبين أنا أعجبت بهم بشكل شخصي، بالذات نوح الموسى في الفتح بصراحة أبهرني في المستويات اللي كان بيقدمها في الدوري، لكن ما يعتبر لاعب شاب. نعم. لكن اللعيبة الشباب ما شفنا اللاعب القوي، يمكن برضو فريق الشباب قدم لنا كم اسم. نعم. يحتاج وقت أطول عشان نقدر نحدد إنه نقول هذه موهبة حتفيد المنتخب في السنوات القادمة. حمزة إدريس ما ونحن نتحدث عن الأرقام، أرجع وأكد رقم حمزة ما زال صامدا منذ 13 أو 18 عاما. شكرا جزيلا حمزة إدريس. وقفتنا الأخيرة نتابع بعدها. لدغة بانغورا ترمي بالخليج في غياهب الأولى. أهلا بكم. إذا كانت ليلة احتفال للهلال فهي ليلة مرة على مشجعي نادي الخليج الذي عاد إلى الأولى. المباراة مشاهدين متابعين، الخليج إذن يهبط إلى دوري درجة الأولى مع الوحدة والرائد، يحقق فوز مهم له في ترتيب دوري جميل. مبروك. وانتهت الحكاية بعد 3 سنوات بين الكبار. الخليج ودع المسابقة بعد أن تجمد الرصيد عند 23 نقطة بعد الهزيمة أمام الرائد بهدفين لواحد، والتي حسمت رحيله إلى جانب الوحدة الذي أنهى المسابقة ب17 نقطة وتلقى الهزيمة أمام القادسية ب3-1. وهذا الانتصار رفع القادسية للمركز العاشر يليه الاتفاق، بينما وجد نادي الباطن نفسه المركز 12، ونقطة التعادل أمام الفيصلي جعلته يتحول إلى مواجهة الملحق المقرر ذهابا في 11 من الشهر الحالي وإيابا في 16 منه، ومتمسكا بالأمل الأخير للبقاء في دوري جميل. دوري الأولى يسدل الستار عليه الجمعة، وبعدما تأكد صعود نادي الفيحاء فإن ثاني البطاقات المباشرة تشهد تنافس أحد ب47 نقطة مع النهضة ب44. ولما يلعب أحد مع ضيفي الطائي فإن النهضة يواجه العدالة. حسابات النهضة لا تحتمل إلا الفوز بعدد كبير من الأهداف، وانتظار خسارة أحد أيضا بفارق كبير من الأهداف نظرا لتساوي الفريقين بالمواجهات المباشرة، حيث ينظر بعدها إلى فارق الأهداف لكل منهما في الدوري ككل. هو حاليا لمصلحة أحد ب-12، فيما لدى النهضة +6. حسابات فريق أحد تبدو أكثر وضوحا، الانتصار والتعادل يجعله يرافق الفيحاء إلى دوري جميل، وربما ينال لقب دوري الأولى في حال خسارة الفيحاء أمام وجه. أما احتمالات نين المركز الثالث والتأهل للعب مواجهتي الملحق فإنها تشمل النهضة ونجران والقيسومة والشعلة، حيث يكفي النهضة نقطة واحدة ليتواجد في موقعة الملحق مهما كانت نتائج بقية المنافسين. ليلة زرقاء بامتياز، ألقاكم. يا أهل السنة يا أهل
اطرب جماهيرك اطرب جماهيرك ولا